بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر، جل جلاله وعم نواله وعظم سلطانه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وبعد شو يقول لك؟ ومن يتبع خطوات الشيطان أي عكس ما أمر الله فهو عاص لله، كما كلابنا اللي موجودين أغلبهم يدعون الإسلام هم أعداؤه. تحبوا لا تكرهوا، تمجدوا في إنسان يقرب منكم أكثر ما يقرب منا، لأنه تزعم ما لا مؤامرة ضد جزء من آية وهي لا صادرة عن مولى يعلم خلق الذكور وإناث كل واحد منهم ما الذي يكون نصيبه من الإرث من الميراث. وينه في الميراث زاد كذلك حق الحاضرين حين عند التوزيع؟ وين الميراث؟ هل تلموا كل ما كلام الديون اللي تركت التركة؟ وين تلعبوا؟ وين تلعبوا وتحرموا في إناثكم بالإسلام؟ متى كان هذا؟ إذا هو لعب به الشيطان. إن لم يكن من الغافل إن شاء الله يكون كذلك، فيقبل منه ربي التوبة، ومن تاب الله عليه والإسلام يجب ما قبله. إن شاء الله يكون خاتمة حياته وهو واع وهو مختار من عقبة الخالصين من الذنوب الراجعين إلى رب لغفار الذنوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان.